ولسانكم معلوم. احنا بنحضر يا صاحبي الرايق 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 بيقول عم يعيد السعوديه عم يعيد براده عم يعيد براده يا القعده كلها الرايق يقولوا شباب خدنا الرايق وقفلين الرايق صاحب صاحبه وكل الناس بتصاحبه الرايق احمد المنصور عشان الهدف في السعوديه ابو زياد عبد العيد ابو طيبه عزلاته محمد بيحيي العريس الرايه بيقول العريس بيحيي ناس حي ناس هتسمع كلام ملوك جدعانه ابراهيم بصر مش مصر ابراهيم بصر بكل البصر صاحبي بتربي يا حبايبي الرايه بيحيي القعده اللي هناك دي كلها ابو زياد بسمله وبيقول احمد راضي وبيقول ابو زياد وبيقول الناس كلها والسنادي الرايه بيحيي القعده كلها اللي هناك دي ابو محمد ليك اجمل ورقه تحيه يابا بتتكلموا على بعض ولسانكم معلوم بنحضر كله بيسجل خروج هتعلي انت صوتك قدام الملوك صدقني مش هيلاقوا جثه علشان يدفنوه